مالك يا كيم يا اخويا؟ شمتان فيا ولا ايه؟ وانت كنت فين يا ياد يا بوتن لما اوكرانيا دخلت كوريسكا؟ والله انا كنت بعمل جلاشه مع المدام ولقيتها طبقت. وعرفت ازاي الموضوع؟ لقيت واحد جاي يصرخ ويقول الحق يا حاج بوتن الدنيا غفلقت. قلت له ايه اللي حصل يا وجه البورس؟ خالتك نعسه بكت في الفرن. قال لي اكتر واكتر يا بوتن يا اخويا. قلت له ابوك رفض الجحش. قال لي اكتر واكتر يا بوتن يا اخويا، الاوكران دخلوا روسيا. واه، وانت كنت وين يا وزير الدفاع؟ انا كنت بعمل جلاشه انا كمان. يا دي الفضيحة أم جلاجل، يا دي الجرس أم حناجل، أوري وشي كيف للغرب. يا ندم يا أمي، يا ندم يا أمي، إيه الحالة دلوقتي يا وزير الدفاع؟ بص يا ريس، أنت تعمل لنا كم قرص فطير على مشان نتعيش، ونوديها للحاج كيم بتاع كوريا الشمالية وهو يتصرف، حكم هو بيحب الفطير موت. وأنا بصراحة يا كيم يا أخويا لقيتها فكرة ممتازة وجيت لك على طول. طيب خلاص خلاص، دخل حاجات دي كلاتها جوا، هتغدى بس كده وانام كم سنة قصدي كم ساعة ونشوف هنعمل ايه. يلا سلام يوم.